مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ما زلنا معكم هنا من محافظة الإسكندرية، وهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. سابقا يأتي هذا الحوار مشاهدينا بعدما اختتم حزب النور الجولة الثانية من حواره مع جبهة الإنقاذ بالأمس، وكان له حوار مطلع هذا الأسبوع مع رئاسة الجمهورية أو لقاء واجتماع مع رئاسة الجمهورية وصل إلى 5 ساعات. هل تستطيع أو هل يستطيع هذا الحوار الجانبي أن يؤدي إلى حوار أكبر وينزع فتيل الأزمة وفتيل العنف الذي يشهده الشارع المصري الآن وانسداد الحالة السياسية؟ ابتداء أرحب بك فضيلة الشيخ أهلا وسهلا وأبدأ معك بهذا السؤال، جولات هذه الحوار التي يقوم بها حزب النور وهذه المجهودات، هل تتوقع لها أن تؤدي إلى أن تغلق باب العنف وتؤدي إلى حوار أكبر وبالتالي نفتح الباب لعملية سياسية أكثر رشادة من ذي قبل؟ والله حضرتك إحنا علينا نبذل ما نقدر عليه من أسباب، لأن العنف والعنف المضاد دائما يؤدي إلى مزيد من سكب البنزين على النار، ويؤدي إلى ضرر بالغ بمصر كلها، باقتصادها ووضعها السياسي. فإحنا علينا نبذل كل جهد وإقناع جميع الأطراف إن العنف لن يؤدي إلا إلى نتيجة سلبية، وإذا غرقت السفينة هتغرق بينا كلنا، ولابد إن إحنا نتحاور مع بعضنا. ممكن يكون في أزمة ثقة بين أطراف مختلفة، لكن أظن أن حزب النور بيتمتع بأكبر قدر من الثقة لدى الأطراف المختلفة. أسباب العنف في الشارع المصري الآن فضلت الشيخ من وجهة نظرك ما هي؟ أنا قناعتي الشخصية أنها مدبرة. مدبر؟ بنسبة عالية جدا. أنا بتمش فصيل سياسي بعينه أو بعض السياسيين إلا اللي بيعلنوا عن ذلك، اللي هم بيقولوا إحنا هنستمر في العنف. مين فضلت شيخ؟ في ناس أعلنوا كذا مرة إنه العنف هيستمر. زي مين يعني؟ أنا ما بحبش أقول أسماء، أكيد الناس عارفة. أصل هي كون حضرتك تقول مدبرة، وده طبعًا طرح مهم، أصلاً لكن مين اللي ورا هذا التدبير ده أيضًا أكثر أهمية. لا، أصل هو السياسيين اللي بيعلنوا منشطات بس ممكن يقولوا إن إحنا ما بنتكلم على واقع موجود، ما قلناش إحنا اللي دبرناه، لأن المفروض إن كل جلسات الحوار الجميع اتفق فيها على ما أعلن من نبذ العنف، وإن العنف مش حل. لكن المشكلة إن هناك أطراف، أنا هقول لحضرتك بعض اللي شاركوا في أحداث جامع إبراهيم اللي كانت من حوالي شهر ونص، قائد إبراهيم هنا في الإسكندرية وحصار الشيخ المحلاني. قالوا لي حكوا لي مباشرة، شهود عيان قالوا لي إحنا لقينا الأولاد أولا مش في وعيهم، مهما حصل من أي مش في وعيهم، ومعاهم فلوس متدبسة 500 جنيه 200 و200 و100 متدبسين مع بعض، ونص شريط ترامادول فراوله، 5 برشامات 5 اقراص. بالتاكيد ان الوضع ده مش ممكن يكون بعدين مع كذا واحد. من وراء ذلك؟ انا ما اعرفش مين اللي بيدفع لهم كل هذه الأمور؟ انا ما اعرفش في الحقيقه، لكن بالتاكيد لو في حد عايز يعرف هيوصل. الاجهزه المعنيه من الشرطه، من المخابرات، من الامن الوطني، واعتقد ده دورهم، واعتقد ان هم يقدروا يقوموا بهذه المهمه، ويعني بالتأكيد لازم توقف الحكاية دي. هي مشكلة تدبير في عملية مدبرة سواء من الخارج أو من الداخل. بالضغط السياسي. أنا أشوف إن إحنا ده العنف بهذه الطريقة عجز سياسي. كويس. لأن أنا عندي حجة. بعرض الحجة دي، وبعدين أنت هناك من يقبل منك الحق اللي بتقوله، إن لو قلت حق إحنا هنقبله. لا، التعاطي مع الأمور اللي حضرتك شايفها مدبرة، ما هي حتى الولايات المتحدة من الممكن أن تكون بتتعرض لمؤامرات، لكن كيف نتعاطى مع هذه المؤامرات؟ هي ده السؤال، سواء من قبل من في السلطة أو المعارضة. الواجب أن جميع أجهزة الدولة تدرك مسؤوليتها. بمعنى؟ أولا لا، إحنا على سبيل تطبيق القانون، دي مش مسؤولية رئيس الجمهورية فقط أو الحكومة فقط أو الشرطة فقط أو الجهاز القضائي فقط أو حتى المحامين فقط. إحنا الموضوع ده منظومة متكاملة، الأحزاب السياسية جزء فيها، الكل يدرك إن مصر محتاجنا كلنا، وشعورنا جميعا بإن إحنا في مركب واحدة. ما ينفعش إن حد يخرق السفينة ويقول أنا عايز احتياجاتي دي، أو احتياجاتي دي يبقى بالظبط زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل، السفينة قوم في أسفلها وقوم في أعلاها، اللي في أسفلها بيقولوا هنخرق عشان ناخد المية، ولو سابوهم
هيهلكوا جميعا. صحيح. ولو نجوا لنجوا جميعا. لا لا اخذوا عديم لنجوا ونجوا جميعا. فاحنا بالتاكيد ان احنا كل الاجهزه الاعلام، رجال الاعمال، رجال الامن، السياسه، الرئاسه، الحكومه، الكل لابد ان يتعاون لايقاف هذا المسلسل. خلينا نفصلها. دور من في السلطه الان، مؤسسه الرئاسه، الحريه والعداله، دورهم ايه؟ والله دورهم ان هم يتاكدوا ان المرحله لا تحتمل ان يتحملها فصيل واحد، وانه ولا الاسلاميين على بعض، يعني ليس هذا هو الوقت المناسب لذلك. لابد ان احنا ما نجعلش لنا اعداء كثر، ولا كل اللي نقدر نحيدهم من المخالفين نحيدهم، كل اللي يقدر يشارك معانا ولو يحمل جزئيا فلنفعل ذلك، وكل من معنا فلابد ان احنا نستثمر. شايف ان الرئيس ما لا يسير في هذا المسار، مسار التشاركية؟ لا انا شايف الرئيس يعني في امور كتيرة جدا يعني هو معذور فيها، مش قادر. يا يعني ايه معذور فيها؟ معذور فيها ان الموضوع لازم تعاون كل الاجهزة الدولة معاه. يعني على سبيل المثال كان قرار حظر التجول، مش الرئيس اللي هينفذه، لابد ان الاجهزه المعنيه بتنفيذه. مثلا عشان توقف النزيف اللي كان بيحصل في مدن القناه، كان لابد ان يحصل تجاوب اقوى من ذلك اذا تم الاتفاق عليه. اذا ما كانش تم الاتفاق عليه ده يبقى وضع تاني. لكن احنا بنتكلم على ان في حدود معينه لابد من ان يكون في نوع من الوئام ونوع من التشارك، وليس ان احنا متضايقين من اداء اجمالي. مقصود ايه بالتشارك؟ كل القوى الفاعله لابد ان تسعى الى اصلاح البلد، مصلحه مصر مقدمه على المصلحه الجزئيه. كلمه التشارك من الممكن تكون بتعني ان احنا لازم نتشارك حتى في الحكم والقرار. وايه المشكله؟ احنا شايفين ان ده حل مثالي للازمه دي. يعني شايف ان يكون هناك حكومه ائتلافيه مثلا؟ ده كان تصورنا على فكره من قديم قبل حمله الرئاسه. اصلا انت تصورنا لهذه المرحلة احنا كنا طرحين هذا التصور اصلا في البداية، ان تبقى في حكومة ائتلافية ايام المجلس العسكري. طرحنا هذا الامر وطرحناه بعد الحملات الرئاسية وقبل الجولة الثانية، طرحنا ان الحل الامثل هو وجود حكومة ائتلافية ممثلة بنسب التواجد في البرلمان السابق، وانه لو حصل كده بدل ما يبقى فيه فصائل بتقول لابد من اسقاط النظام، لابد من اسقاط الرئيس، لابد من اسقاط الدستور، لا يبقى الكل مشترك مع بعض، وتكون التكنوقراط برضه. ما هو التكنوقراط ممكن فلان اللي عينه وممكن فلان اللي عينه، وسيظل حافظا لهذا الجميل عند من يرغب في تحمل المسؤوليه وان كان هناك يعني. ومن عاد عن هذا الوعد بشكل او هذا الاتفاق يعني اذا صح؟ والله الامر ده انا شايف ان هو يعني ما تمش بالطريقه الصحيحه من قبل الرئيس، من قبل المؤسسه كلها، مؤسسه الحزب الأغلبية ومؤسسة الرئاسة بعد ذلك. فضيلة الشيخ، في الفترة الأخيرة حصل نوع من أنواع الهجوم المتبادل، ممكن يكون شخصية رئيس الوزراء هتكون هو ده، لأن ده اللي بلغنا به إن اللي أنتوا عرضتوهم مثلا لم يواجبوا رئيس الوزراء، ولكن كان لابد من التدخل بأن وأنتوا عرضتوا أسماء. فضيلة الشيخ، كان حصل قبل كده على حسب الاتفاق سابقا، وتم عرض أسماء وقالوا إن دول فيهم مشاكل. طب ما في مشاكل، تعالى نتفاهم في مشاكل. خليني اروح معاك للمبادره، بما بنتكلم عن الحكومه، واضح ان انتوا في المبادره في معظم نقاطها كان في تماهي شديد جدا مع معظم مطالب جبهه الانقاذ، تشكيل حكومه او على الاقل اقامه حكومه هشام قنديل، لجنه تنظر من سياسيين وقانونيين بتنظر في مساله الدستور والمواد الخلافيه، اقاله النائب العام. ما الذي يحدث؟ ما الذي جعل جبهه حزب النور السلفي القريب من جماعة الإخوان المسلمين ومن الرئاسة الآن هو في قارب واحد مع جبهة الإنقاذ؟ أنا صعب أقول في قارب واحد، بالتأكيد لا. لأن إحنا القضية بتاعت الدستور أولا دي كانت حاجة طرحت في أول جلسة للحوار مع الرئاسة، وكان إحنا الاتفاق على إن لابد أن يتم هذا الأمر من خلال الوسيلة الدستورية، إن الكلام ده عايزين تختاروا أنهي مواد ونتناقش فيها ونوضح لهم اصلا ان مواد الهويه بالنسبه لنا احنا غير قابله للمناقشه، يعني انتوا تقولوا لازم يحصل توافق، زي مثلا الماده 219، الماده 2 والماده 4 والماده 219 غير قابله للنقاش، والماده 81 و76 مواد التي تعبر عن هويه مصر، والامور دي غير مخوفه في الحقيقه، يعني هي ممكن تكون الموضوع سببه عدم الفهم. واظن الدكتور سيد البدوي
في اول جلسه حوار اعلن ذلك بصراحه، قال احنا كنا فاهمين الماده 219 غلط، واحنا عملنا بحث في الماده 219 يعني ايه اهل السنه طيب. والجماعه، فلقينا انها بتعني المذاهب الاربعه ومعها مذهب الظاهري، وده ما يضرناش، وانها ممكن بس بتعملها ويقايم للشيعة، واحنا عايزين ويقايم الفكر الشيعي. فتبين، والاستاذ عمرو موسى برضه حتى لما البعض كلمه في ان احنا يعني هتيجي نتكلم مش هنتكلم في 19 فضحك وعدى الامر وجه. فالامر انا اعتقد ان الامر ايه، ممكن يكون فيه سوء فهم، حواجز تؤدي الى الرغبه الاكيده في ان دي مصيبه وكارثه. لا هي مش مصيبه ولا كارثه، ده بيخص الدستور، لكن التقارب الشديد ما بينكم في الفتره في الاخيره، الحكومه اقاله النائب العام. لا انا على فكره كلمه اقاله النائب العام دي محدش يملكها، لكن هو طلب منه هو ان يستقيل، ان هو يستقيل. ليه الامر ده مع ان اداؤه جيد؟ معلش انا اقول لحضرتك حاجه، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان احد العشره المبشرين بالجنه، فاتح العراق وبلاد فارس، وعمر رضي الله عنه استعمله، بس لما كثرت النزاعات واهل العراق كل شويه يشتكوه فعزله، وقال قبل ما يموت ما عزلته عن عجز ولا عن خيانه، فايكم ولي فليستعن به. طب انتوا عايزين توقعوا الرئيس في نفس الخطا اللي هو قبل كده، اللي هو التدخل في العمل القضائي، وان هو يضغط على النائب العام ويخليه يقيله. ما نضغطش على النائب العام، احنا بنخد اخطر للنائب العام نفسه، ان طريقه تعيينه عامله ازمه لدى القضاه، وعمل احتقان ضد حتى الاسلاميين بصفه عامه. يعني انا بتعجب مثلا ان بعض المتظاهرين اللي بيبقى متصور بسلاح وبيرمي مولوتوف بيخرج بعد يومين اتنين، وانا عندنا بعض الاسلاميين اللي اشتركوا في احداث جامع ابراهيم خدين دلوقتي 15 في 15 في 15 في 45 من غير ما يكون في مبرر واضح. رجل متقاعس يعني؟ لا ده مقبوض عليه. انا قصدي يعني هو اللي بيخرج دوت بعدها بيومين وهو متصور، انت شايف التقاعس ده من جانب لا انا مش شايف التقاعس، انت ما عندكش دليل، ما انت ما عندكش دليل على التاني بتاعنا برضو ان لم تكن هناك ايه روح يعني احتقان. فاحنا بنقول عايزين نخفف روح الاحتقان دي، ومش شرط يكون ان الواحد اللي هو يعني لابد ان يظل في مكانه، ممكن يجي طيب ده بالنسبه ده التصور ده. اما الحكومه ففي اداء، في ضعف. ليه الحكومه، ليه الاصرار الكبير من جانب حزب النور على اقاله الحكومه الان، رغم ان احنا على بعد شهور قليله جدا من انتخابات برلمانيه ستاتي باغلبيه وحكومه جديده كما تصورنا يقول الحريه العداله والرئيس؟ يعني هو تصورنا في ذلك ان الحزب، ان الحكومه ادائها سلبي في كثير من النقاط، وأدى إلى حالة أزمة اقتصادية ضخمة جدا، وفي مخاطر من ازدياد هذه الأزمة، ويعني تغييرها في هذا الوقت هيزيل الاحتقان الموجود. فاحنا عايزين كل الفرقاء إذا كان في مطالب ممكن تؤدي إلى إن احنا نجلس لحوار ونقول نفكر في حل المشكلة مع بعض، وإذا كان كلنا نشترك، ومن الممكن إنه إذا اتفق على حكومة تكنوقراط إن اللي نجح خلال مدة شهرين ثلاثة بأي درجة من الدرجات، ممكن تكون أربع شهور على فكرة، ممكن يكون نتفق برضو مع بعض على إنه يستمر فيما بعد ذلك، لأن هيكون كل السياسيين كل القوى اللي هيتغير إيه، هيتغير موازينها بس في البرلمان القادم. ولكن إذا اتفقنا إنها تكون تكنوقراط من خلال الناجحين من خلال في الشهور القليلة القادمة، من الممكن يستمر بعد ذلك. رئيسا ما عرضت عليه الفكره دي، وانا على حد معلوماتي ان الرئيس في نقطه يعني اقاله حكومه هشام قديد شويه مش يعني مش مريحه بشكل او باخر، ومش في اجتماعكم في الاجتماع مع قيادات النور مع الرئيس، كان رد فعله ايه في النقطه دي؟ الاخوه الافاضل في الحزب بلغوني ان الرئيس رغم ان هو ما رحبش بيها، ان هو ما لغاش الحوار حواليها، ودي نقطه ايجابيه بالتاكيد من الرئيس، ان كل الحاجات قال مفيش خطوط حمراء نفكر كلنا. اللي انت عايزه من الرئيس دلوقتي علشان من وجهه نظرك امور تؤدي الى لم الشمل واجتماع الفرقاء على مائده الحوار، ان يكون الحوار حوار مبني على يعني احتماليه قبول موافقه الطرف الاخر، واظن دي اللي تميز بيها حزب النور. بمعنى يعني بمعنى ان احنا ممكن في ظروفنا دي نقدم بعض التنازلات، يعني يعلن ان هو هيقيل الحكومه لا مثلا. لا مش شرط يعلن، بس يعمل ايه؟ نقعد في المناقشه وتتم مناقشه جاده قابله لهذا الاحتمال. قابله لهذا الاحتمال. جبهه الانقاذ كانت طلبت بعض الضمانات لجديه هذا الحوار، كان منها ايه فضلت شيء؟ لا انا يعني ما عندكش التفاصيل. مش عندي التفاصيل. طب انت شايف ان الضمانات ان الحوار لكن يطلع هو بالتاكيد ان الامر ده ضمانات وارده جدا، ان كل الفصائل تبقى موجوده وكلها تتفق على ذلك، ده هيكون ضمان كبير. طيب اسمح لي، في جانب شايف اللي بيعمله حزب النور دلوقتي هو نكايه في جماعة الإخوان المسلمين التي لم تفسح لهم مجال لأن يكونوا معهم ليشاركوهم الحكم، دي واحد. النقطة الثانية بيقولوا إن اللي
اللي حزب النور بيعمله ده يعني في طبعا في إطار البراغماتية السياسية، وهي بيعملها علشان أسباب انتخابية، خصوصا بعد المشكلة الكبيرة اللي حصلت داخل حزب النور وخروج قيادات كبيرة منه زي دكتور عماد عبد الغفور وإنشاء حزب الوطن، فهو بيلملم جراحه بهذه المبادرات السياسية. إيه رأيك في الكلام ده؟ انا الكلام ده اقول يعني ايه ياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. اولا ان دي نكايه في الاخوان، ده كلام غير صحيح. انا قلت لحضرتك ان ده كان تصورنا قبل الرئاسه، واظن ان الاخوه في الحريه والعداله يعرفون ذلك. ده كان اقتراحنا الذي تم العرض والتوافق عليه قبل انتخاب الدكتور مرسي. فاحنا تصورنا على فكره يعني الاسلاميين فضلوا الى ما قبيل يعني انتخابات الرئاسه بمده بيقولوا احنا مش عايزين نقدم مرشح اسلامي لا النور ولا الحريه والعداله. والحريه والعداله بضغط ما او الاخوان المسلمون يعني في الحقيقه قرروا بنسبه 56 ل 53 فقط تقديم مرشح. الموضوع ده نفسه كان فيه اخذ ورد. ليه؟ لان احنا بنقول مش عايزين نجيش الاعداد ضدنا. الفكره دي موجوده من ذي قبل. بصراحه شايف ان دي المشكله الرئيسيه، ان جزء من التيار الاسلامي او جماعه الاخوان المسلمين قدمت مرشح لرئاسه الجمهوريه وفاز واصبح اليوم في سده الحكم. انا شايف ان احنا اضطر الاتجاه الاسلامي الى ذلك. لان البديل كان صعب بس. لكن الحقيقه كان هناك محاوله بحث عن بديل اخر يمكن ان يكون متفقا عليه. السقف صعد عند القاعده الاسلاميه، ما اصبحش ممكن التفكير في ذلك. اللي بيفكر بالطريقه دي اصبح غير قادر على التفكير فيها، وبالتالي فحصل ضغوط شديده لتغيير هذا الموقف اللي احنا كنا متفقين عليه، احنا ثبتنا عليه وقلنا لا مش هنقدم مرشح. والاخوان تحت موازنات مختلفه قدموا مرشح. الموضوع ده انا بتكلم على ان دي كانت فكره مقبوله في هذا الوقت. نجح الرئيس ام فشل في اداره امور البلاد خلال السبع شهور العمر وجوده في سده الحكم من وجهه نظرك؟ المرحله الثوريه لا يمكن ان توزن بهذه الطريقه، دي مرحله تقلبات يعني اللي هيشيلها مظلوم مظلوم يعني. ايه رايك في الدعوات اللي خرجت ان الرئيس يعني يقدم الانتخابات رئاسيه مبكره لعلها تكون يعني حل للخروج من الازمه بعد الانتخابات البرلمانيه؟ أنا يعني شايف تصورنا في الموضوع ده ان هو كل مؤسسه تكونت لابد من الحفاظ عليها. انا كنت حزين جدا رغم ان احنا ما كناش اغلبيه في مجلس الشعب ومع ذلك كنا حريصين على ان احنا المؤسسات اللي تم انتخبت بطريقه لم تشهد مصر قبلها يعني بطريقه قبلها مثل ذلك ان احنا كنا نحافظ عليها. خلاص احنا دلوقتي عملنا الجمعيات التاسيسيه بطريقه اتفق عليها وطريقه مؤسسيه، وما تمت انتخابات الرئاسه وتم الدستور، ودلوقتي في مجلس شورى منتخب وهنعمل انتخابات تانية. ما ينفعش نهد دلوقتي يعني. لذلك المحافظه على بقاء الرئيس الى انتهاء المده هذا هو اصلح الامور. اما ان احنا الجزء الثاني ان احنا عشان ما خدناش نصيب، انا حقيقه سعيد بان احنا ما شاركناش في الحكومه. ليه؟ لان الحمل ثقيل جدا وفوق الطاقه، وهتبقى في صراعات داخليه ما كانش لها اي لزوم. مش عايزين تتحرقوا يعني؟ مش حيت نتحرق. مش عايزين نخش في صراعات داخل قد ينسب ان الفشل بسبب ان انتوا بتختلفوا كتير. خلي اللي شايل شايل وخلاص. اما ان احنا حزب النور من عشان الازمه اللي تعرض لها بيلملم جراحه بحاجه انتخابيه، لا ده كلام غير صحيح بالمره. بالعكس النزاع الداخلي يضر اكثر بكتير جدا من النزاع اللي من خارج. دكتور ياسر، قلت في مقطع فيديو ليك منشور على اليوتيوب، قلت او اتهمت جماعه الاخوان المسلمين بانهم اذا تمكنوا سيقضون على الدعوة السلفية. قلت بالحرف ان الاخوان رموني خارج المسجد في مرة من المرات رغم وجود اتفاق سابق معهم. ده تحديدا كلام نص الموضوع ده. انت دخلت في الموضوع انت كمان يا اخ احمد. الموضوع ده اتاخد من سياقه يعني؟ لا لا اتعرض عشرات المرات من غير سبب انه يكرر. لا لا انا بقوله ليه حاله الاتهامات المتبادله بين الدعوه السلفيه والاخوان في هذه اللحظه. انا كنت بقرا سؤال واحد هو اللي بيقول الكلام ده. فانا بجو على فرض سؤاله. فتشال ان ده صيغه سؤال واصبح كان انا اللي بقول الكلام. طب ما احنا بنفهم يا فضيله طيب الشيخ يعني ما بنعرض على حضرتك. أنا احنا لا واحد بيقول هذا الكلام وهذا الكلام كاحتمال وارد موجود، فانا برد على ازاي نعالج هذا إزاي الاحتمال. ازاي احتمال وارد؟ يعني ان البعض دائما في الجماعات عموما وفي الاحزاب عموما هناك تفاوت داخل القيادات. في قيادات بتبقى راغبه في انها تستأصل المخالفين، وفي قيادات مستوعبه لموازين القوى على الارض، وفي قيادات وزنها للقوى على الارض مخالف لوزن غيرها. فهناك من قد يتخذ في وقت من الاوقات موقفا
يرغب في ازاحه شايف ان الاخر. الاخوان ده لا ده ديدانهم في لا الفتره لا الاخيره. ده ده وجود بعض الناس ممكن يكون كده وليس كلهم كده، وليس كلهم يسعى الى ذلك، لكن ده وارد ان يكون مطروح عندهم، ده احتمال وارد. الجواب ده كان على هذا السؤال، على هذا الافتراض. لكن انت مش شايف ده؟ لا مش انا شايف ان في درجه القضاء التام لا طبعا، لكن درجه ابعاد او محاوله تقليل حجم الدعوه ده وارد. وارد من قبل جماعه الاخوان السنه. كل من لا يندمج او لا يندرج في التبعيه السياسيه للجماعه يحاول تحجيمه، مش شرط ايه اقصائه بالكليه، تحجيمه وتصغيره او جعل في مشاكل. ليه السبب؟ والله بقول لحضرتك دي تفاوتات في طريقه عرض الامور وطريقه وزنها وادراك موازين القوه على الارض. في الفترة الأخيرة بقى كتير من قيادات حزب النور، سيد نادر بكار، حضرتك يمكن، وآخرين بيتكلموا على إن في أخوانة للدولة، وفي بعض الإخوان أو جماعة الإخوان بتحاول أن تستأثر بمفاصل الدولة. نخلي بلاش اللفظ بتاع الأخوانة عشان بيزعل كتير. أصل أنتوا قلتوا كده، يعني سيد نادر بكار قال كده نصاً الحقيقة. ده هو كان برضه بيقولها بناء على أنتم تسمونه كذلك. طيب تمام، أنتوا شايفين ده بيحصل؟ إحنا شايفين إن في درجة من الدرجات. على سبيل المثال كل من عين له انتماء سياسي في حركة المحافظين لم يكن إلا انتماء سياسي لجماعة الحزب الحرية والعدالة. في 5 محافظين من 27 إخوان وماله، بس المهم إن هم الوحيدين اللي لهم انتماء سياسي. يعني أنا لما أقول كده الوحيد اللي له انتماء سياسي الخمسة دول مثلا، بس أنت وعينت غيرهم ممن ليس له انتماء سياسي. بس يمكن دول كفاءة، يعني كفاءة منصبهم، يعني سعد الحسيني في ولم يوجد في غير هؤلاء كفر الشيخ ولا بشرى لما كان في المنوفية، لم يوجد غير هؤلاء في كفاءة برضه. يعني أنت لم تجد في كل القوى السياسية، يعني بمن فيهم سواء حزب النور سواء القوى السياسية الأخرى، أي كفاءات. لماذا أنت اخترت؟ مزعلكم فضلت الشيخ دوت إن هم يعني المفترض إن أنتم كحزب نور تاني حزب في الانتخابات البرلمانية السابقة كان لك يجب أن يكون لكم دور ومكان في يعني في السلطة. إحنا رغبة في يعني مساعدة المجتمع كله والدولة كلها في القيام من هذه الكبوة، وإن إحنا لما نكون فعلا الروح ليست تصادمية ليست عدائية بالتأكيد هيبقى الوضع أحسن. واحنا نقدر نساهم في الامر ده مش مع الاخوان بس، احنا نقدر نساهم في الوضع ده مع باقي القوى السياسيه، رغم انه قد يبدو عند البعض من ان احنا اشد صداما فكريا او ايديولوجيا، الا ان احنا سلوكيا وعمليا اقدر على اذابه روح العداء بين كل الاطراف. نقدر نتحاور ونقدر مش برجماتيه زي ما بيقولوا، لكن مراعاه للمصلحه وحسن يعني ايه تشارك في الامر. تماهيكم في الفتره الاخيره على الاقل من حيث الاتفاق على بعض النقاط الرئيسيه للخروج من الازمه مع جبهه الانقاذ، قربكم منها الا يؤثر ذلك عليكم وعلى قواعدكم في يعني انتم تبتعدون عن التيار الاسلامي؟ حتى الشيخ محمد عبد الدكتور محمد عبد السوز يعني السلفي البارز قال ان هذا الامر خطير وعاتبكم يعني عتاب شديد على الهواء مباشره انكم اصبحتم اقرب لجبهه الانقاذ. فضلت لا احسنت. الموافقه في قوامات سياسيه ليست تحالفا وليست موالاه. انا ليا تصوري الخاص، لكن دي في دايره متقطعه زي ما حد يعني ما حصل ده كان حصل تحالف في وقت من الاوقات بين احزاب ليبراليه وبين جماعه الاخوان بين حزب الحريه والعداله. يا رب التحالف الديمقراطي لاجل مصر. وكان رؤوس من رؤوس جبهه الانقاذ اللي نجحوا على هذا التحالف. ومع ذلك ساعتها اتقال ده حلف الفضول. انا شايف اولا قواعدنا من ناحيه قواعد الدعوه السلفيه بالعكس مرحبين جدا بالمبادره وشايفين اثرها في الشارع في تقليل جو الاحتقان، وشايفين فيها اثار ايجابيه لدى عامه الناس. بعض الاتجاهات الاسلاميه وليس كلها هي اللي عندها المشكله بسبب يعني ايه انا بقول ده سوء ظن من ان الموضوع ده احنا قصدنا بيه حاجات معينه، قصدنا بيه كسر اتجاه معين، قصدنا بيه موالاه اتجاه معين. لا ده مش حقيقه نهائيا، ده توافق لنزع فاسدي الازمه، أزمة شايفينها مش ماشية في طريق حل، مش ماشية في طريق تهدئة، عشان كده عايزين نحاول. من الممكن أن ينعكس قربكم من جبهة الإنقاذ اليوم على تحالف خلال الانتخابات البرلمانية القادمة؟ لا صعب جدا أن يكون توافق سياسي في موقف معين أن يبقى في تحالف. احنا القاعدة اللي احنا اتفقنا عليها قبل ذلك أن اللي قابل للتحالف في الانتخابات هو الاتجاهات الإسلامية،
وجوه البرلمان يبقى فيه توافق يعني بقى انتم لن تتحالفون في الانتخابات. في الانتخابات القادمه مع جبهه الانقاذ او اي فصيل خارج التيار الاسلامي؟ ده القاعده اللي احنا ماشيين عليها حتى هذه اللحظه، مش هتغيروا قاعدتكم؟ لم يتم مناقشه التغيير لهذه القضيه في الحقيقه، لكن بنقول ان احنا ومع ذلك بنمد ايدينا لان يكون في حوار ومشاركه مع بقائنا ككيان مستقل. هل بالفعل ستتقدمون بدعوى امام الدستوريه العليا فيما يخص القرض الاوروبي الذي تسعى مصر للحصول عليه والذي وافق عليه مجلس الشورى بالفعل وعلى راسه حزب الحريه والعداله؟ والله الموضوع ده بيدرس قانونيا بحيث ان هو اذا امكن ذلك هيتم، لان في جزء اصلا وهو ان مجلس الشورى في الدستور واخد الصلاحيات التشريعيه فقط، وده تجاوز في صلاحيات المجلس، وارد جدا طبعا انها هتبقى. يعني هي المشكله بس ان هو تجاوز في صلاحياته؟ لا 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 طبعا هو تجاوز الدستور في الحقيقه. بمعنى انا قناعتي الاكيده ان الطلب ده كان لابد ان يقبل، ان الموضوع ده متعلق بمساله مسائل الشريعه واحنا متفقين. قصدك شايف في ربا فضلت الشيخ يعني القرض الاوروبي ده؟ هو لا معلش، ده هو الاول كانوا اخبرونا بان القرض ده احنا مش هنقبله الا اذا كان بمصاريف إدارية فقط، مبلغ ثابت لا يزيد، وعلشان كده حتى أنا قلت في الأول إن ده كده مش هيبقى ربا، وبعدين جه وزير المالية قال لا ده المصاريف الإدارية ربع في المية والباقي فايدة. إذا هناك هو كله 2.5% يعني؟ لا 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 أقل 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 من 2.5%. واحد واحد من عشرة. طيب ما أنت فيما يخص صندوق قرض الصندوق النقد الدولي قلت لا أن دي مصاريف إدارية ونحن نقبلها اللي هي 1%. طب إيه اللي اختلف ما بين قرض الصندوق وقرض الاتحاد الأوروبي أو قرض التركي؟ أنا قلت إن لما تكون مصاريف إدارية، على فكرة أنا لما عرفت إن قرض الصندوق النقد الدولي في فوائد قلت لا اللي بيعرضه يبقى ربا محرم، بس يبقى الكلام بقى ان احنا فعلا هنجوع ولا لا. لو الشعب المصري هيجوع او هيعرى او هيجد هيحصل ازمه يبقى في بحث في مساله الضروره. الامر ده مين اللي هيبحثه؟ امر شرعي. والماده 4 دي ماده في الدستور زي ما الشعب مصدر السلطات، ما هو الشعب اللي مصدر السلطات هو اللي قال ان في عايزين تعرضوا هذه الاتفاقيه على لجنه من كبار العلماء داخل الازهر انها متعلقه بحكم شرعي، يقولون ان هذا تدين للسياسه بشكل او باخر. خلينا نجيب لكن بعد هذا الفاصل القصير نكمل هذا الحوار مع دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه بمصر، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، واصل معكم هذا الحوار من محافظة الإسكندرية مع دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر. أهلا بك مرة أخرى دكتور ياسر، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن مسألة رفضكم للقرض الأوروبي، وحتى أنكم هددتم باللجوء للدستورية العليا لمعرفة ما مدى دستورية هذا القرض، وأنتم تطالبون أيضا بعرض هذا الأمر جملة وتفصيلا على هيئة كبار العلماء بالأزهر. يرى البعض أن هذا تدين للعمل العمل سياسي بحت، يعني مع العلم أن جزء من التيار الإسلامي ممثل في الحرية والعدالة وافق على القرض بالفعل. يعني الأول الدستور المصري بيعبر عن إرادة الشعب المصري كويس، والدستور المصري نص على مرجعية الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية ومن ضمنها مصادرها، والدستور المصري نص على ان ما يتعلق بالشريعه الاسلاميه بالتالي ما رده الى هيئه كبار العلماء. يعني ايه؟ يعني تقول رايها فيه. يمكن مجلس الشعب او مجلس الشورى المصري لما يعرف ان هيئه كبار العلماء قالت ان ده حرام هو اللي هيتخذ قراره بالرفض، لان هو نابع من هذا الشعب. يعني ايه تدين سياسي؟ احنا نعمل اصل هو يعني ايه دلوقتي ميزه المجالس النيابيه المنتخبه اما كل امر هنروح ناخده نحطه تبت فيه هيئه كبار العلماء؟ في اشياء اداريه محضه ودي مش ما فيهاش اي مشاكل، وفي اشياء متعلقه بالشرع. فاحنا دلوقتي جزء من السياسه، هو الدستور ده مش سياسه، هو الالتزام بما يعني ورد في الشريعة الإسلامية ده جزء من العمل. يعني السياسي. الإخوان الحرية والعدالة تراها من وجهة نظرك أنها خالفت الدين وخالفت الدستور عندما وافقت على القرض الأوروبي؟ لا، إحنا بنقول إن الأمر ده يعرض وتقول هيئة كبار العلماء رأيها ويرد إلى مجلس الشعب هذا الرأي. يمكن هم نفسهم اللي يعدلوه، يرد إلى مجلس الشورى هم نفسهم اللي يعدلوه. يمكن قالوا لهم لا ده ما فيهوش حاجة إحنا مضطرين خلاص. هيئة كبار العلماء لما تقول إن هذا الأمر محرم ولكن الضروره تقتضي كذا هيبقى في مناقشه للحكومه. الحريه والعداله رفض ذلك، ودكتور عصام العريان رفض ذلك بلا شك، وتفصيل ده مخالف للشرع والدستور.
يعني ايه ان الشعب مصدر السلطات معناها ما تسالش حلال ولا حرام؟ لا طب طبعا لا. هتعملوا ايه في اللحظه دي؟ والله احنا قلنا لحضرتك بندرسها قانونا بان امكانيه رفع الامر المحكمه الدستوريه لمخالفتهم للدستور في طريقه اتخاذ القرار، ولابد ان الامور ما تمررش بهذه الطريقه ان احنا نقول لا مش هندور على حلال ولا حرام، لا لا يمكن الكلام ده يتم. الواجب شرعا ان احنا نقول حاجه دي متعلقه بالشريعه والشريعه مصدر التشريع، وبالتالي فهذا الكلام لابد ان هو يتخذ راي هيئه كبار العلماء في ذلك. اظن ده يعني حاجه بديهيه ان الدستور نص عليها، اللي عايز يحترم الدستور يحترم كل مواده، مش ياخد اللي يعجبه ويسيب اللي ما يعجبوش. لماذا لم تشاركوا اليوم في جمعه معا ضد العنف التي دعت اليها الجماعه الاسلاميه وشارك فيها شاركت فيها جماعه الاخوان المسلمين مشاركه رمزيه امام جامعه القاهره؟ والله احنا القضيه احنا ضد العنف قطعا ويقينا، وشايفين ان السير في المبادره ويعني الحوار مع كل الاطراف عشان نقلل العنف اكثر يعني ايجابيه في تحقيق الهدف ده من النزول للشارع مره تانية، خصوصا الناس كتير جدا تعبت من هذا الامر. يعني حقيقه الامر ده اولا امر مكلف، البعض يظن ان هو مش مكلف، لا مكلف ماديا يعني مكلف قطعا، والظروف السرافين معظمهم يعني ناس بتصرفوا كتير فضلت الشيخ لما يكون في مليونيات بيصرفوا يومهم بس انا ما بمشفق عليهم. بتصرفوا على ايه؟ اللي هو الاتوبيسات يعني كل واحد بيدفع اشتراك كل واحد بيشترك في الاتوبيسات دي بيدفع اشتراك 60 جنيه مثلا، ف 60 جنيه دي بالنسبه له يقدر يعني هي المشكله جنيه. بس عشان ال 60 جنيه لا انا بتكلم كمثال، لا 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 انا مثال من ضمن الامثله ان عشان انا اشارك انا اتعودت ان انا هقول يا مشارك يا مش مشارك. لو انا مشارك يبقى هشارك حقيقه، وهيبقى الاعداد هجتهد في حشدها كما يكون. قلت انا قلت لحضرتك ان الامر ان في عدد كبير من الشعب المصري مل من هذا الامر واصبح ينظر نظره سلبيه ممكن تاتي بنتائج عكسيه عند البعض ويتمنوا ان الميادين تتفرغ. في تظاهرات النهارده في الشارع بتطالب باسقاط الرئيس وبتروح عند الاتحاديه وعند قصر القبه، مش كان يجب ان يكون في علشان الميزان يتعدل في المقابل مظاهرات والله معينة. احنا شايفين ان الميزان ده يتعدل من خلال الحوار مع الدافعين لهؤلاء بحيث ان احنا نقول لهم ده مطلب غير دستوري. هي جبهه الانقاذ الدافعه لهؤلاء؟ والله هم بيقولوا لا. لكن في هناك من يدعم هذه المظاهرات وبيقول دايما سلميه وتتحول مباشره الى صدامات غير سلميه. ده لمين؟ جبهه الانقاذ؟ كلهم، كل القيادات بتقول احنا وزارتنا سلميه. وهم بعد كده بيدفعوا للناس للتظاهر وان هم يدفعوا مطالب باسقاط الرئيس؟ ومعلوم بس هم المفروض هو دلوقتي بيقولوا من دلوقتي ان مفيش حد بيطالب باسقاط الرئيس غير حمدين صباحي. والباقي بيقول لا لسنا مع اسقاط الرئيس. وحمدين صباح الحقيقه نفى الكلام دوت جمله وتفصيلا. يعني خلاص هو لا يسعى هو نفى ان هو بيقول لا احنا ما بطالبش باسقاط الرئيس. خلاص يبقى المفروض ان بقى كل القوى السياسيه تتوافق على ايقاف هؤلاء ويعني تطبيق القانون عليهم. وان عرضتم عليهم دوت ان هم يوقفوا التظاهر فتره قالوا ان احنا على جبهه الانقاذ؟ قالوا مالناش دعوه بيه، قالوا مش احنا اللي بنعمل الحاجات دي، لكن ايقاف التظاهر جمله هيبقى مطلب ليس من حقنا. لكن احنا بنقول في الحقيقه مصلحه مصر تقتضي ايقاف التظاهر دلوقتي. حقيقه مصلحه مصر تقتضي ايقاف التظاهر. لماذا؟ لان هذا الامر ما بيجيبش نتيجه. واحنا عايزين نوصل بالحوار وليس بهذا الاسلوب، لان هو كمان ايضا ان التظاهر بيؤدي الى عنف. ما فيش حد بيعرف يظبطه. انت حضرتك بتقول انا ده رايي الشخصي. طبعا انا متفهم يعني ده، لكن حضرتك بتقول ان الرئيس كان يجب عليه يعني ان هو يغير الحكومه، النائب العام يجب ان يستقيل بشكل او باخر، وبالتالي في مطالب سياسيه مشروعه الا يجب ان ينزل اليها الناس الى الشارع؟ لا 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 انت دلوقتي مش قادر تحققها بالحوار بطريقه او باخرى، نقدر نحققها بصندوق الانتخابات. المطالب دي تتحقق بصندوق الانتخابات، هتتحقق البلد انتخابات ازاي بالوضع ده؟ جبهه يعني الانقاذ تراها متعنته في موقفها من الحوار مع مؤسسه الرئاسه؟ شايف ان في زياده شويه بالتاكيد، انها يعني كان لابد من قبول العرض والمشاركه فيه بجديه، ولما تلاقي ان مفيش جديه تبقى تقول هنسحب، لكن منسحب من البدايه ليه؟ اذا كان في جديه ان الحوار فعلا هيبقى حوار جاد فعلا قابل للاخذ والرد، قابل ان انا اقدم ليك خطوه وانت تقدم لي خطوه ونقرب من بعض علشان ننهي هذه الازمه. هم معترضين يعني بيقول لك يعني كيف كل عدد القتلى خلال الشهرين اللي فاتوا اللي وقعوا في الشارع سحل مواطن عيانا بيانا حماده يعني صابر يعني امام الناس و... ده انا اتمنى نتحاور بعد ده يعني. في يوم من الايام هيبان حقيقه الامر. وبعدين ايه هي حقيقه الامر؟ حقيقة انا ما اعرفهاش، انا مش عارفها، بس انا مش مصدق الموضوع ده. يعني مش مصدق ان الراجل اتسحل قدامنا كلنا يعني. طبعا بس انا قناعتي ان في حاجه مش طبيعيه في الموضوع. يعني شايف ان المشهد ده مرتب بشكل ما؟ بالتاكيد.
انا شايف انه مرتب حقيقه يعني، ما اعرفش ترتيبه يعني، هو راح قلع هدومه. لا الهدوم كانت موجوده قدامه والراجل قاعد حوالي 3 دقائق من غير هدوم من غير ما يلبسها. انا الطبيعي عندي ان اول ما تنكشف عورتي اعمل ايه؟ ده هو ده كانوا بيضربوه، مفيش حد مديله فرصه. لا 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 لا, لا, لا انت تعملها كويس هتلاقي ان كان في فرصه نديله انه ياخد هدومه بلا شك. وانت لا مانع انت فضلت الشيخ، بس ده تبرير بتبرر لواحد بيتضرب في الشارع ويتقلع هدومه بغض النظر. لا ارضى بذلك والله العظيم، ولا وانا بالعكس انا هذا محرم شرعا وجريمه من الجرائم واللي ارتكبوها هم هم سواء العساكر ولا الضباط اللي شهدوا هذا واللي اقروها وسكتوا عليها جريمه بلا شك لابد من محاسبتهم. ولكن انا بقول ان الموضوع ليه بيتركز عليه بهذه الطريقه بلا شك غير مرضي بالمره، لكن لا يعني انما يعني يحاسب عليه من اقره وفعله ورضي به. طيب بمناسبه العنف، واضح برضك ان في الجانب جانب التيار الاسلامي يرى البعض ان هناك بعض الشيوخ مساله الفتوى التي تخرج باهدار دم رموز يعني المعارضه. احنا للتاكيد كيف ترى رفضنا لهذه الفتوى؟ وان كان هو صاحبها انا ما قلتش كده، لكن أي مكان لمح لذلك قرب لذلك طبق النصوص في غير موضعها كما بين بذلك كثير من أهل العلم بلا شك نحن نرفض ذلك، هذا الأمر مرفوض، طبق النصوص في غير موضعها. وإنما الكلام ده أصلا في من قال يعني مش دينيا، ما فيش يعني ما فيش أمر ديني يسوغ قتل قادة جبهة الإنقاذ اللي هم بعض أبناء التيار الإسلامي بيطلقوا عليها جبهة الخراب وهي التي مسؤولة عن العنف أي مكان، لكن لا يوجد من يستحق ذلك من غير ارتكاب جريمة حقيقية. الجريمة الحقيقية دي لما يكون ثبت عليه استعمال السلاح في إسقاط الدولة، هو ده الكلام اللي يخرج واحد من الشعب يقتله. لا مش شعب قطعا وقيلا، حيقول حيحاكم ويتحاسب بناء على الكلام عن الحكم الاسلامي. امتى حتى يطبق الكلام اللي هو استدل به؟ لما يكون في خروج مسلح في انقلاب عسكري، في انقلاب عسكري يترتب عليه سفك دماء ونحو ذلك، ويتقال فيها ان ده ينطبق عليه الوصف بعد التحقيق والقضاء اللي يحكم بذلك. لكن عموما الكلام ده اصلا مش موجود عندنا لان ما وصلش. طيار الدعوة السلفية بترفضه جملة وتفصيلا؟ بلا شك الكلام ده ما فيهوش كلام، وان ده خطا شرعا وخطا سياسيا. مين المسؤول عن العنف في الشارع الان؟ الطرف الثالث اللي هو اللي موجود طول عمره. مش معقوله كل ما نقابل حد يقول لنا الطرف الثالث، محدش راضي يكشف لنا مين الطرف الثالث. في بلا شك زي ما حضرتك في ناس بتدفع لذلك دفعا. اصل المشكله ان في الناس بتقول احنا انا معلش يعني قريت تويتايه للدكتور البلدي تعجبت انها ازاي تمر بهذه الطريقه اللي بيقول فيها ايه؟ اللي بيقول فيها ان العنف سيستمر حتى يسقط الدستور والرئيس ومش عارف ايه كمان. لا هو بيتكلم عن حاله موجوده في الشارع، مش بيقول لا لازم العنف يستمر. انا عارف ان التاويل ده هيكون موجود، لكن له دافع بالتاكيد. لكنه في طيب تقصد ان البلدعي بيشرع للعنف، بيشجع عليه، بيطلوا غطاء سياسي بالضبط، وده اللي احنا كنا عايزينه البدره، ان يزال الغطاء السياسي عن محاولات العنف. الحقيقه الرجل نفى ذلك، ونفى ان هو بيقول ان شرع للعنف، وبيقول هو بيصف حاله موجوده في الشارع. لو لم يستجيب النظام للمطالب فتظل حاله العنف. نقبل ذلك، بس يعني عايزين نتفق ان العنف كلنا لابد ان ندينه في نفس التوقيت، حتى لو قلنا انه ظاهره موجوده، بس انا اقول انها غلط، ولازم اقول انها حرام، ولازم اقول ضد مصر، ولازم اقول ان سفك الدماء حرام، ولازم اقول ان افساد الاموال حرام العامه والخاصه. اقول الكلام ده للناس، انشر هذه الثقافه، انشر ان انا ثقافه ان انا عايز مظاهره سلميه تعبر عن الراي، وليس ان انا عايز اخرب ممتلكات عامه او خاصه، عايز احرق. انا جزء من الشعب، الشعب يعبر عن رأيه في انتخابات نزيهة، أنا أريد التمهيد لها، أنا أريد وضع استقرار يمهد لإصلاح اقتصادي. تعتقد لو الشارع ظل على ما هو عليه وحالة العنف، تعتقد أن هل نحن فعلا ذاهبون إلى انتخابات برلمانية؟ ستقام الانتخابات البرلمانية؟ أنا إن شاء الله ستقوم بإذن الله تبارك وتعالى. أولا العنف محدود في مكانين ثلاثة فقط في مصر كلها، وحضرتك اتحركت في اسكندريه النهارده. حضرتك بالتاكيد تجزم انه اذا كان هناك مساحه محدوده جدا هي اللي فيها دائره العنف، وباقي البلد امنه بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى احداث المزعجه لعامه الشعب المصري من احداث اغتصاب، احداث قتل، احداث فعلا بالتاكيد ان في سلاح في مصر غير شرعي
وبيستعمل استعمال غير صحيح، ولكن في النهاية ما زالت لا تمثل ظاهرة، هي تمثل أحداث فردية. لو إن شاء الله إن شاء الله طبيعة الشعب المصري لو ظل عدم التوافق السياسي، تعتقد أن الانتخابات هتكون مخرج وحل، ولا بالعكس هتكون صب مزيد من الزيت يعني على النار؟ تأجيل الانتخابات خلاف الدستور، معلش تأجيل الانتخابات هيؤدي إلى فشل ذريع جدا. وبعدين مجلس الشورى محدد لمدة سنة واحدة فقط أقصى تقدير، طيب لسه قدامه كتير، التأجيل هيستمر خطر. وبعدين الدستور بيلزم الرئيس بأن هو يروح للانتخابات وحالة البلد كده وما فيش توافق سياسي، مش بإيدينا، ده الدستور اللي ألزم الشعب المصري، اللي ألزمك الشعب المصري ألزم. أنا بقول كل الشعب فوق الدستور، هو لو الحال لو الأفضل اللي احنا نؤجل ما المانع؟ طب ومين اللي لصالح الشعب؟ طب اسألوا الشعب الأول. اسألوا الشعب الأول. يبقى يتعمل استفتاء على تأجيل الدستور، لك مش من حق حد يأجل الانتخابات ولا يطالب بعدم المشاركة فيها، إلا اللي بيقولوا الجرائد الصفراء المليئة بالحقد والغيظ على شعب مصر، اللي عمالة تقول ده دستور باطل وانتخابات باطلة ومش عارف ايه، كله باطل باطل باطل. وبعدين طيب ما انت لو مسكت انت، انا هطلع اقول لك انت باطل. طيب ما هو السيد انا كنت مع السيد ابو العز الحريري النهارده في يعني منذ ساعات قليل حقيقة، وقال لي الافضل لهذه الحالة ان نعود جميعا لدستور 71 المعدل بعد الثوره ونبدا بناء المؤسسات من جديد. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام باطل قطعا. احنا خطونا خطوات، رجعنا للصفر بعد ما اتبنى كيان، لان انت ما طلعلكش جزء فيه، ده انت عايز تخربها. هذا خراب بلا شك، هذا معناه ان انت عايز تهد من الاول، وبعدين هتعمل مؤسسه دوله تاني، هيطلع 50 واحد يقول لك باطله، هيقول لك الانتخابات مزوره، مفيش فايده. الموضوع ده لو انت جيت، ما انا ممكن اطلع اقول لك نفس الوضع. ما انت لا انت زعلان عشان انت ما جيتش فيها، ما خلصنا نعدي المرحله دي باي لابد المرحله دي انتقاليه لابد ان تمر. لكن الامر كده خطر على مصر والله العظيم، يعني كده حرام، ما ينفعش. البعض يتحدث ان شعبيه التيار الاسلامي وعلى راسها جماعه الاخوان المسلمين تتراجع تراجعا حادا في الفتره الاخيره، وذلك من الممكن ان يؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانيه القادمه. ومع ذلك بقول لحضرتك لازم نعمل انتخابات. انا متفق ان في تراجع في شعبيه الاخوان المسلمين، وبالتالي في شعبيه الاسلامي كجمله، لكن انا حاسس بان الامر ده ليس كبيرا بدرجه في مجموعه التيار الاسلامي ان هي ممكن تعمل اهتزاز جامد جدا. توقعاتك ممكن يقل، ممكن يظل كما هو، يعني تتغير التركيبة الداخلية. يعني شكلها هيكون ايه من وجهة نظرك؟ يعني انا شايف انها ممكن تبقى ما فيش برضو اغلبية لحد مطلقا، ولكن هيبقى في الزام لكل القوى انها تقعد مع بعضها. بس مين يأتي في المقدمة؟ مش عارف، لا ما اقدرش اقول. طب انت النور؟ والله انا شايف ان النور كسب ارضية بالمبادرة لدى العامة، وان كان بعض الاتجاهات الاسلامية هي اللي بتعترض على المبادرة نتيجة برضو سوء ظن او سوء فهم فيها، ولكن انا شايف ان الايجابية بتاعتها اكثر في الشعب. خروج الوطن لم يؤثر عليكم؟ قيادات وذهبت لتشكيل الوطن حسب خروج الوطن؟ خروج الوطن ادى الى ان يعني ايه، كان في فصيلين بيحصل منهم يعني شغب دائم، وده داخل الكيان الواحد بيبقى معطل للكيان ده. لو هم انفصلوا كل واحد بيشتغل لوحده ممكن يجيبهم. خروج أحسن النور وقيادات مثل عماد عبد الغفور، هل ذلك يعني ان خروج الوطن قصدك الوطن عفوا يعني انتصار العلماء ورجال الدين داخل حزب النور، رجال الدعوة السلفية وأنت على رأسهم طبعا على الجانب السياسي؟ تحليل سلبي جدا. أولا هم اللي اختاروا ان هم هذا الحل، ويعني الأمر ده مش بهذا التوصيف. واللي موجودين أساسا موجودين سياسيين كانوا هم مشاركين في كل اللقاءات السياسية التي تمت أثناء وجود الدكتور عماد، فما فيش كلام ده غير صحيح. ليك دور في قرارات السياسية لحزب النور؟ فضلت أنا بتفرج من بعيد ناصح فقط. قابلت الفترة الأخيرة مندوب عن المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق؟ لا ما حصلش. الكلام ده قاله أحد قيادات حزب الوطن، وهو طبعا كان قيادي في حزب النور، قال اللي انتوا قابلتوا مندوب شفيق. أنا لا يوجد مثل هذا نهائيا مع الدعوة، ولا علم لي بأي حاجة في هذا من أعمال الحزب، ما أعرفش. غير صحيح الكلام ده؟ لا ما تعرفش ولا غير صحيح يعني لم يحدث؟ أنا معلوماتي ما حصلش الكلام ده، ما عنديش معلومات بذلك، ما فيش حد جاب لنا أي معلومة عن ذلك. هو ليه بيقول كده؟ ما أعرفش والله، أسأله هو. ليه الهجوم الكبير على الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أثناء زيارته لمصر الفترة الأخيرة؟
من قبل حزب النور. زيارة أحمدي نجالي لم تكن مجرد مشاركة في القمة الإسلامية، هو تعمد أن يزور المراكز الفاطمية التي أسسها الفاطميون الذين كانوا يظهرون التشيع، ودي بلا شك إشارة خطيرة للغاية. هو زار الأزهر وجزاه الله خيرا، شيخ الأزهر والمشيخة كلها وجهوه بما لا يحب، وده جزاهم الله خيرا وأكد يعني تقديرنا لهذا الموقف جدا. يعني تاني حاجة هو زار الحسين، ودي كلها الزيارة دي لها معاني، لها معاني بالنسبة له هو لما يعتقد، وإيه المانع في ده يعني؟ لا طبعا مش لما يعتقد، عايز يؤكد ان احنا لينا تاريخ هنا ولينا حق في مصر وعايزين عودة. واللي حصل من إلغاء جانب التأشيرات من جانب واحد، إلغاء التأشيرات من جانب واحد معناه بيقول للشباب المصري تعالى هتلاقي فلوس وشغل وجواز، ده خطر كبير جدا، ده معناه ان هناك محاولة للغزو الفكري الشيعي للمجتمع المصري. الرجل نفى ذلك للحقيقة، قال كأنا ينفي طبعا، لان هو ما يعني يستعمل التقية بكل ما يمكن. وإلا فالموقف من الثورة السورية موقف إيران إيه؟ موقف في منتهى الخزي. لو كان أنتم منكم الآن من هو في سدة الحكم الآن مكان الدكتور محمد مرسي، كنتم مش هتقبلوا أن يزور مصر أحمدي نجاد؟ لا احنا ما نملكش ذلك لأن هو عضو في المؤتمر الإسلامي، بس كانت زياراته تتحجب. بمعنى؟ ما فيش حاجة اسمها زيارة الحسين والأزهر، لأن هو بالتأكيد هو جاي كوفد رسمي، ما يلوش ان هو يتحرك اكثر من المساحه المحدده له، وكنا ما نقبلش الخطوه بتاعت الغاء التاشيرات. وكان لابد ان هو يعني تاكيد اكثر مضاعفا ووضوحا على انتقادنا لموقف ايران من دول الخليج، انتقادنا من موقف ايران من الثوره السوريه، انتقادنا لموقف ايران من اهل السنه في ايران وفي العراق. نجمل في 30 ثانية حل الأزمة الراهنة في مصر، ويعني مسألة العنف وعدم تزايدها، ماذا تقول؟ الحوار الصادق الذي الحوار السعي إلى شراكة حقيقية بين كل الأطراف. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة، وما زلنا معكم نتابع فعاليات تظاهرات كش ملك والتي ما زالت حتى هذه اللحظة في مناطق معينة في القاهرة، ابقوا معنا.